مرحبا مشاهدينا، مثل ما تعودتوا وجودنا في جرش عشان نقدم لكم الرسالة اليومية وبرضو عشان نشوف الفعاليات الموجودة هون. فاليوم رح يكون عندنا بالمسرح الجنوبي هاني متواسي ومايا دياب، أما بالمسرح الشمالي فرح يكون عندنا الفرقة الصينية والفرقة التركية، فكونوا معنا. مرحبا. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الله يسلمك يا حلين. ممكن تحكي لنا ايش عم تعمل هون؟ ايه بتجول في شارع الاعمده في جرش، بس يعني بنتابع الفعاليات. كيف شايف الناس بجرش ومهرجان جرش هاي السنه؟ هاي السنه هذا اول يوم يعني انا باجي بصراحه، ومبسوط وشايف فيه يعني ناس كثير يعني موجودين اليوم، وما شاء الله جو كويس يعني. مهرجان جرش السنة هاي حلو كتير كتير، أحلى من السنة الماضية. مرحبا. اهلا وسهلا. ممكن تحكي لنا ايش رايك بجرش هاي السنه؟ لحد الان جميل يعني اللي شايفينه، لسه ما بدات الفعاليات لحتى تعطي حكم قطعي، لكن من الحضور من الاجواء بشكل عام اجواء ايجابيه. مرحبا. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله مشكور الله. ممكن تخبرنا ايش عم تعملوا هون؟ والله زياره لجرش المهرجان، فرصه نشوفها خاصه الصغار معي اول مره بيجوا يشوفوها. وكيف شايف اقبال الناس على المهرجان؟ شايف انه ما كنت متوقع هيك، كنت متوقع اقل، بس ما شاء الله لا كثير في اقبال.
مرحبا هاني. مرحبتين يا هلا. كيف حالك؟ الحمد لله مبسوط. كيف شايف مهرجان جرش هاي السنة؟ روعة كثير. هو دائما روعة ودائما بجنن، وأنا كثير طبعا هذا بالنسبة لي حالة خاصة أنه أنا فيه طبعا، واستضفوني لهاي لأول مرة. أنا كثير مبسوط، وإن شاء الله أنه جرش دائما بكون من المهرجانات الأولى في الوطن العربي. كيف شايف تفاعل الناس معه؟ يعني كثير حلو، وأنا كتير انبسطت معهم. قدمت لهم قد ما بقدر من الأغاني لأنه الوقت محصور، فحاولت أقدم قد ما بقدر من الأغاني اللي بحبوها اللي بيعرفوها إلي والأغاني اللي أنا قدمتها القديمة، بس الحمد لله كان في تفاعل كتير حلو ونشكر الله. يعني إيش جديدك هاني؟ جديد كتير، عندي أغنية هلأ رح تنزل اليومين إن شاء الله، مجنون بحبك، رح تكون من كلمات يوسف عطية وألحان مظفر أمير وتوزيع داني الحلو، رح تنزل إن شاء الله الأسبوع الجاي. وعندي ألبوم أغاني قديمة برضو بجددها إن شاء الله كمان آخر الشهر، وألبوم إلي إن شاء الله السنة الجاي رح عم بشتغل.